تعالى نروح لحاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الدهون المتحولة. ايه الدهون المتحولة دي؟ لا ده الدهون المتحولة دي مصيبة، يعني خطر شديد. الدهون المتحولة دي يا مولانا بتعمل ايه بقى؟ بتتسبب في انه يحصل 17 مليون حالة وفاة سنويا على مستوى العالم. والتصريح عن وزير الصحة، يعني التصريح رسمي مدقق. طب ايه الدهون المتحولة دي؟ طيب وهي حجم انتشارها عندنا ايه؟ طيب وازاي نقدر نبعد عنها؟ صحة المصريين يعني. دكتور احمد البربري استشاري امراض القلب والقسطرة، اهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا، بس على حضرتك وعلى حضرتك برنامج التاسعة في القناة الاولى. اهلا بحضرتك يا دكتور. انا اعرف الدهون، بس ايه بقى الدهون المتحولة وليه بتتسبب في عدد مهول من حالات الوفاة سنوية؟ هو طبعا هي حالات الوفاة السنوية اللي هي 17 مليون دي من أمراض القلب، وهي الأكبر سبب للوفاة على مستوى العالم على الإطلاق، أكثر من حالات وفاة حوادث الطرق، وأكثر من حالات وفاة السرطان، وأكثر من حالات وفاة الكورونا مثلا. طبعا الشريان التاجي أو الذبحة، طبعا في العلم في تطور كبير جدا لمعرفة يعني إيه تصلب شرايين وكده. وجدنا أن تصلب الشرايين السبب الرئيسي فيه اللي هي الدهون الضارة، الدهون الضارة اللي هو الـ LDL. طبعا ده أكتر حاجة موجود فيها، اللي هو الدهون المتحولة أو اسمها الزيوت المهدرجة. الزيوت المهدرجة اللي هي زيت بيحصل له هدرجة فبيتحول لسمن صناعي. السمن الصناعي ده قاتل. السمن الصناعي ده طبعا مستخدم على مجال واسع جدا في معظم المصانع او المحلات اللي بتعمل اكل، لانه بيدي لها نكهه وبيدي لها طعم وكده. طبعا دي حاجه اول ما تخطر على بال حضرتك، طب ازاي ماده زي دي ضاره وازاي مستخدمه؟ كنا بنعتمد فيها على الوعي الصحي للمواطن نفسه او المريض نفسه، ان احنا نقول له والله ابعد عن السمن المهدرج، عن السمن الصناعي، عن الزيوت المهدرجه. وكان دي ما فيش فيها نقاش، يعني دايما يبقى فيه من سنة للتانية تحت البحث العلمي المستمر على مستوى العالم كله، يبقى فيه حاجات نقول لا نزودها، لا نقللها، لا البيض ينفع ناكله، لا ما ناكلوش. الزيوت المهدرجة هي الحاجة الوحيدة اللي عليها الثبات في ضررها، زي التدخين بالظبط. طيب ازاي احنا بنعرفين بكل الوسائل ان الزيوت المهدرجة ضارة ومسموح بها من خلال يعني الدعم فيها؟ وزارة الصحة بتيجي تنبه حضرتك أو تنبه الناس برنامج زي ده، ممنوع تاكلوا سمن صناعي لأنها تتسبب في تصلب الشرايين اللي بيعمل الأزمات القلبية اللي بيتسبب في وفاة 17 مليون واحد. لا ما عادش بقى هنعتمد على كده. لما معالي وزير الصحة إن الحكومة المصرية تتبنى الأشياء أو تتبنى فكرة اللي هي تعمل حظر للدهون اللي هي السمن الصناعي أو الدهون المهدرجة، ده طبعا أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. فهنا بقت مصر الدولة رقم 49 اللي بتنضم لمنظمة الصحة العالمية للتخلص من الزيوت اللي هي المهدرجة أو السمن الصناعي. يعني مش هنشوف سمن صناعي على الأرفف بعد كده في المحلات والبقالة والسوبر ماركت؟ ما اعتقدش ان ده هيتم مرة واحدة، يعني ده بيحصل بشكل تدريجي، لكن خلاص هناخد إجراءات واضحة يعني. السجاير اللي هي معروف ان هي كذا وكذا بتتباع، فاعتقد هيحصل ريستريكشن، مش قط يعني، مش مره واحده طبعا. الريستريكشن ده هيتم مثلا، انا ما اعرفش الحكومه هتاخد اجراءات ايه بالظبط، بالتاكيد ليها جدول زمني. تتبنى الفكره دي، تتبنى الفكره ان هي تبقى شريك يعني قوي، انها تقول للناس لا انت مش عارف بقى تاخد قرارك بتمنع السمن الصناعي، انا هعمل له ريستريكشن، انا هعمل له محاذير، انا هكتب لك على الاقل عليه مضاد مثلا مثلا. انا ما اعرفش ايه هي الخطوات اللي هتتخذها الحكومه في هذا الصدد، لكن هي في منظمه الصحه العالميه بقت متجهه ان حاجه خلاص اثبت بالعلم مره واثنين وثلاثه وعشرات السنوات ان السمن الصناعي ده حاجه ضاره، فخلاص انا هاخد قرار ضده. بقى زي بالظبط احنا لما مثلا بنقول هنحافظ على البيئه، يبقى في كذا اتجاه، في مستوى، كذا مستوى.
فمش معقول هيقفل مصنع بكره واثنين. لا طبعا استحاله هيقفل حاجات، لا مش هيعمل كده، لكن بس هيبقى في ريستريكشن. التجارب مثلا بره دكتور وحضرتك اكيد ادرى مني، هل مثلا ممكن بيتكتب عليها زي ما بتكتب كده على علب التبغ ومش عارف يكتب عليها مثلا ان الزيوت المهدرجه تتسبب في تصلب الشرايين والذبحات القلبيه مثلا والذبحات الصدريه، هل ممكن يتكتب حاجه زي كده؟ ما اعتقدش ان هو اتكتب كده يعني بره وكده الواحد سافر وكده، ما اعتقدش ان بيتكتب، بس على الاقل ممكن انا بقول لحضرتك انا ما اعرفش الاجراءات الحكوميه هتبقى هي ايه، ممكن يبقى مثلا في ضرائب زياده على اللي هيستخدم ده، ممكن مثلا ان هو اللي هيستخدم ده مثلا هيدفع رسوم للبيئه او رسوم للصحه اعلى، زي ما بيحدث في التدخين. التدخين طبعا وصلنا دلوقتي لمرحله ان مكتوب على علبه السجاير انها مثلا تسبب مرض كذا او مرض كذا او مرض كذا، وعليها صور مخيفه وصلنا له بعد قد ايه، والمفروض يمنع تحت سن 18 سنه بالقانون طبعا، وممنوع في الاماكن العامه بالقانون، لكن هو ما زال بيتباع، واللي بيشرب مثلا في بيته ولا في مكان غير مزدحم او كده. طب يعني زمان المطارات فيها اماكن اللي بيدخنوا زمان مع ظهور حكايه السمن النباتي دي كانوا يقولوا لنا اصل السمن البلدي ده بقى هو اس كل المشاكل، هل ده معناه انه طريقه الطبخ بتاعه الجدات طلعت هي اللي صحيه اكتر من الطرق المستحدثه اللي ظهرت بعد كده بقى ونباتين ومش عارف ايه؟ يعني السمن اللي هو البلدي افضل من السمن المهدرج او الزيوت المهدرجه او السمن الصناعي 100 مره. يعني السمن الصناعي بص حضرتك هو كل العلوم بتتبنى على المشاهده، فالمشاهده دي بتبنى في الاخر، انا بشاهد وبشوف نتائج، بيبقى فيه بقى بعض التغيرات، لان احنا ما زال ايه وما اوتينا من العلم وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ده قران. فهو دايما حضرتك مثلا التدخين ده عشان ياخدوا، على فكره الشهر ده 31 مايو اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والتدخين، فهو برضو ده من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل الارم وبتقول للناس لا التدخين غلط. يعني تخيل احنا سنه 2023 وكل الابحاث قالت ان التدخين غلط وما زال الناس بتدخن. فبالنسبه للدهون، معرفه ان الدهون دي جزء من تكوين تصلب الشرايين اللي بيؤدي الى مش الذبحه وبس، بيؤدي الى السكتات الدماغيه، يعني هو الشرايين دي موجوده في الجسم كله، الدماغ والقلب والكلى والاطراف والرئة الساق وكده، فهو الدهون دي بتتسبب في كل ذلك. الفكره بتاعتها بقت واضحه وجليه، خاصه بالنسبه للسمن الصناعي، فبقى لازم تدخل، زي بقى انت بتعمل جريمه، يعني اللي هيبيع سمن صناعي او اللي هياكل سمن صناعي بيعمل جريمه. هتقول لي يعني ما التدخين جريمه وما زال بيتباع، دي مشكله. انا عايز اشكرك يا دكتور كل الشكر، الدكتور احمد البربري استشاري امراض القلب والقسطره.